إلى ذلك قال الدكتور عمر العبيدلي مدير برنامج الدراسات الاقتصادية في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قال إن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بالقطاع السياحي لما له من أهمية في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي. أن مملكة البحرين منذ زمن طويل يعني وضعت أهمية كبيرة على القطاع السياحي، وساهم القطاع السياحي بشكل يعني ملحوظ في تنمية الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى ذلك يعني في استراتيجية يعني منهجية تسعى لتنمية هذا القطاع، وتمت مراجعة هذه الخطة الاستراتيجية مؤخرا في ظل انتهاء جائحة كوفيد، لأن طبعا بسبب الظروف الصحية شفنا يعني انكماش كبير في هذا القطاع لفترة عامين، ولكن الآن يعني الحمد لله تمكنت البحرين من عدم إغلاق حدودها طول فترة الكورونا، والآن المطار الجديد يعني أتى في الوقت المناسب. الارتفاع أو الارتقاء في الإجراءات عند جسر الملك فهد أصبحت الطاقة الاستيعابية في مملكة البحرين يعني أفضل بشكل كبير مما كانت في الماضي، كما شهدنا أيضا ارتفاع كبير في عدد الفنادق، فأصبحت يعني السياحة يعني عنصر أساسي في تنمية القطاع في خطة التعافي الاقتصادي.